دلوقتي بقى هنبدأ في وصفة جميلة جدا. تعالوا نقول مقاديرها مع بعض. وصفة ظريفة محببة، أنا بحبها، بس أنا يمكن هقول لكم طريقة تانية بعملها بيها وأوريها لكم برضو للي بيحب. الوصفة دي جلاش هنحشيه، عندنا شوية سوداني لو شوية قرفة، عندكم مكسرات، وعايزين بقى تخلوا الوصفة دي حاجة كده يعني ريتش جدا وغنية كده وحلوة. هنحطوا بقى عين جمل، حطوا لوز، حطوا فستق، اعملوا ميكس بين العين الجمل والفستق واللوز، وحطوا رشة قرفة، تبقى بالمكسرات هتبقى جميلة برضه. احنا مش هنحط كمية مكسرات كتير، احنا طبعا هنكسر ده عشان نسيبه صحيح كده، هنعمله زي البودرة كده بس مجروش ناعم، ونرش رشة خفيفة ويبقى صوابع كده بناكلها حلوة، ونعملها شوية شربات لطيف. هننزل المقادير مع حضراتكم ونتكلم عنها دلوقتي. عندي صينية الجلاش الحلو الرول، عندي لفة جلاش، طبعا عندي سمنة، وللحشو فول سوداني وقرفة، أو لو حضراتكم هتستخدموا أي نوع من المكسرات تاني. وعايزين بقى للشربات كوباية ونص من السكر، كوباية من المية، وعندي عصير ليمون أو ربع معلقة من ملح الليمون، وهستغل معاه كمان مية الورد لو انتوا حابين تدوا له الطعم العربي الحلو ده. تمام كده؟ طيب أنا بقى هبدأ كده مع حضراتكم في الوصفة دي، بس هنقل بقى الحاجة الجميلة دي، ودول هجرشهم شوية بقى، عايزة أجرش دول شوية ناعمين كده يا أبو حميد لو سمحت. هاخد بقى أنا الجلاش ده هنا، ريحة مية الورد دي لما تتحط على الشربات روعة روعة، تحسوا بتاكلوا حاجة كده في تركيا، في الأردن، حاجة عربية شامية، حاجة جميلة. زمان كان ماما تحط لنا على المية ماء الزهر، لازم نشرب المية الساقعة بماء الزهر، تبقى جميلة جدا وليها طعم كده مميز، كنا بنحبها. وكان زمان بيضيفوا على الرز بلبن برضو ماء زهر، نقطة ماء زهر كانت بتبقى رائعة، بيبقى الرز بلبن رائع، أطعمة كده الواحد أول ما بيدوقها يحس طعم زمان. طيب احنا هنفك هنا، طيب هما خايفين دي تهرب ولا ايه، انا مش عارفه، بس ماشي هاخد سكينه كده. طيب تمام، خلاص تمام، بسم الله. طبعا ده جلاش جميل طازه زي ما حضراتكم شايفين، خليني بس افصل دي عشان الحراره ما تنشفوش اهو، بسم الله الرحمن. طبعا نقدر نجيبه من عند الراجل اللي بيبيع الروله نص كيلو مظبوط، اللي هي بتاع ايه، بتاع الكنافه والقطايف، حلو، عنده نص كيلو نص كيلو على الميزان مظبوط جدا. وادي السم، وبجيب كده ستيك بتاعه الشيش طاووق اللي هشكل عليها، وادي السمنه، وادي القرفه، ودي الميه الورد والحاجه بتاعه الشربات هخليها جنب. انا عموما عندي شربات جاهز، احنا عملنا شربات ده كتير جدا مع بعض. بصوا بتاعه الشيش طاووق لفيت عليها ستريتش، بس لفيته بس عشان ايه، اخليها ايه تبقى سهله لما اجي ارول، بصوا تبقى سهله معايا ايه ان انا ارول كده اعمله. في بتبقى في لو انتوا عايزينه تخين اتخن، في عصيان خشب كده بتتبقى اتخن من دي كمان، عشان انا بكبسه كده واعمله. شوفوا بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده عندي هنا خلاص هستخدم دي، فكروني باللي في الفرن. تعالوا بقى نسمي الله، مسؤوليه سيادتك. طيب يا فندم اطمن كده بس بصه اخيره، لان بص خلاص يا فندم انت خليت مسؤوليتك. طيب لا هو بقي حاجة بسيطة، بصوا كده اهو، حاجة بسيطة بس اهو، شايفين حاجة حلوة قوي، يا سلام. طيب تعالوا بقى نسمي الله، هاخد كده ممكن اجيب الطبق التاني بيتهيألي عشان افرد عليه الطبق الاهلي. هي زي ما انتوا عايزين، اعتقد طبقتين كفايه او طبقه واحده لو انتوا عايزين، بس ايه هي طبقتين هتبقى حلو. هنعمل كده. معانا شيماء من القاهره، اهلا يا شيمو. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي. الجمال بس والحلاوه دي حياه قلبي والله، انت اللي جميله يا شيمو. تسلمي ايدك، وصفاتك كلها جميله حبيبه عمري، تسلمي يا شيمو. قولي لي، طب مش عايزه حاجه معينه يا شيمو نعملها لك؟
عايزاكي تبقي تعملي لنا مره كفته داوود باشا. من عيوني بس كده، من عيني حبيبه قلبي. تسلم ايدك. تسلمي يا شيمو، ميرسي روح قلبي، ربنا يسعدك حبيبتي، شكرا ليكي. نعمل كفته داوود باشا دي جميله، تبقى في العزومات كمان جميله جدا. شوفوا بقى انتوا عايزين اثنين ولا واحده، انا بصراحه بحب اعملها باثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه تنفع، الزبده تنفع، اهو الرول الورق اللي انا هعمله هنا اهو، خلينا ندهنه برضو ايه دهنه سمنه خفيفه كده، وانا بجهز كده ماشي هوريكم. بس اول واحده بندهنها، نعمل اول واحده وانا هشتغل كام واحده كده عقبال ما حضراتكم تطلعوا في الاستراحه، هوريكم ايه بنعملها ازاي على حسب التخان. هنا بقى في المرحله دي برول بس ايه، احط شويه من المكسرات بقى اهم، هوري حضراتكم شويه المكسرات الناعمه دي، عليهم رشه قرفه كده كده، وعليهم شويه سكر، معلقه سكر كده اهي، شايفين ازاي اهي رشه سكر، ونقلب كده وناخد بقى ايه الناعم ده. هوريكم كذا رولة، لي رولة يعني، هنعمل كده، انا عايزه اديله شكل بس اهو. ماشي حبايبي، اهو هنلف بقى، شايفين ازاي حلو الكلام، وهضغط، خلينا اضغط من هنا، شايفين ضغط ممكن تعملوها كده، شايفين انا عاملاها ازاي، شايفين الطريقه دي حلوه قوي. تعالوا نعمل تاني، طب نطلع بريك وانا هبل الاثنين دول واعمل فواصل بينهم بالسمن، وفي انتظار حضراتكم عبال ما اطلع اللي في الفرن. حبايبي اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. بصوا بقى، حطيت ورقتين طبقتين اهم، بينهم الايه مسحه السمن وشويه السوداني اللي فيه رشه القرفه، ودايما بخلي البوز من طرف اطلعه، انا عارفه ان هي بصوا المقاس بتاعها اصغر من ورقه الجلاش، يعني هي صغيره، انا ما بحطهاش في النص، انا بحطها كده بطرفها عشان اعرف ازق بدي، مش مهم الحته دي، المهم ان هي تترل بس وتساعدني، فبروح عامله كده والف عليها حشو خفيف، ده للناس اللي ما بتحبش الحشو الكتير يعني. وطبعا الحشو ده يرجع، بصوا بقف كده بالده واكبس كده، شايفين بايدي بضغط ازاي اهو، بضغط كده باخد بقى ارفع دي اشيلها، واخد دي اتنيها كده جوه بعضها كده، شايفينها ازاي اهي، واحط هنا جنب بعض خالص، واخد شويه كده من السوداني، ممكن حشو في النص هنا كده، وباقي نعمل واحدة كمان مع حضراتكم من الألف للياء. بسم الله، ناخد واحدة كده، طب ورقة واحدة، وهنمسح بسم الله الرحمن الرحيم بالسمن كده. الفول السوداني ده كمان مهم جدا، ده بيمنع من تكون حصوات المرارة، وبيقي من السكر، بيحارب الاكتئاب، بيزود الطاقة، بيعالج الكانسر، وبيحسن الذاكره، تعالوا بقى دي، بينزل كمان مستوى الكوليسترول الضار، وغني بالاكسده، بمضادات الاكسده فيه كويسه جدا. بصوا اهو، حتى لو واحده كده اتشالت بنلحمهم في بعض عادي جدا ونشتغل اهو، مسحه خفيفه كده، وبعدين هناخد الرش الحلو اللي احنا قلنا رشه قرفه مع رشة السوداني، حبة كده اهو، واخد الستاك بتاعتي اللي انا غلفتها بالايه، غلفتها بالاسترتش عشان بسرعة تترل معايا من غير ما تضايقني. الصنف ده في رمضان كمان جميل جدا على فكرة، لو جربتوه من الحلويات الحلوة. بصوا بضغط ولازم يبقى طري، هسحب دي اهي طلعتها، واروح تانية كده اهي، شايفين ازاي جوه بعضها كده، واحط هنا، تعالوا بقى نشوف مع بعض كده
دي ينفع تعمل واحدة صغيرة، تعالوا نحشرها جنبها هنا، واحدة هنا. شوف دي هيطلع لنا ايه دي. كده. كده. هاجي دي هنا. وهاخد دي كده. هنرول. شايفين؟ عايزين تحشو لا الصنف ده في الكشكاشة دي ما تتحشيش إلا مكسرات. خليني بس التانية بقى نعملها مرة، نعملها مرة. بصوا دي صغنونة ازاي اتحط هنا، نعملها اللي انتوا عايزينه كله نعمله. الحاجات الكدابة ما تحبوش الحاجات الحقيقية، ماشي. بصوا بقى اهو قفلنا الايه الحاجة الحلوة بتاعتنا دي. ده شايفين الجمال. تعالوا بقى نعمل حاجة أخيرة. هاخد كده شوية السمنة دول، عايزة أسيحهم هنا شوية أهو، وأجيبها هنا. بسم الله هنا عشان تسيح. لازم أصب شوية حلوين علشان إيه تبقى مظبوطة جدا. نشيل بقى الحاجات دي. ونبدا بقى دي احتفظوا بيها، دي ممكن تتنضف كده وتتشال لاي وقت تاني تحتاجوها فيه، مفيش اي مشكله خالص. ده ايه، انا ما عملتش الاطار الخارجي، يعني انا دهنت حطيت الورقه على سطح نظيف، وهي انا ما دهنتش تحت، انا دهنت بينهم بس. هنبدا بقى دلوقتي. بصوا تسيح بس كده السمن، جميله منظر جميل. هتدخل بقى الفرن، اعملوا بقى ده صاج كبير كده هيطلع روعه. وناخد كده ايه معلقه نصب بيها اهو. بصوا الزياده بتتصفى قبل ما نحط الشربات، ما تقلقوش اهو. شايفين ازاي؟ جميلة جدا. اهو شايفين؟ يلا بينا ندخلها فرن حرارة 180 على الرف في النص. بسم الله اهي شايفين الجمال. هتاخد لها ربع ساعة تلت ساعة بالكتير على حسب درجة حرارة الفرن. هنقفل بجد؟ حالا حالا سأصارع حالا. جدعان جدا، خدتوا بالكم ازاي يا قواريب؟ الحمد لله. هو لسه كان قدامه شوي، مش عارفه انتم مستعجلين ليه يا حبايبي. ما تخافوش ما تقلقوش. بسم الله تعالوا بس ننزل الشربات السخن ونسمع الايه الصوت الحلو ده. بلاش دي، خليني اخد التانية. يلا بينا. الشربات ساقع والجلاش سخن. بصوا الشربات تقلوا عامل ازاي؟ لازم يبات ليه؟ لأي شربات خاص بالحاجات الحلوة الشرقية لازم يبات في التلاجة ليه؟ عشان تستمتعوا بيه. الشربات ده بصوا معمول عليه معلقة واحدة عسل جلوكوز. ده معمول بالظبط كده، كيلو سكر على نص لتر من المية، محطوط عليه عصير ليمونة كبير، ومعلقة كبيرة من عصير من عسل الجلوكوز، أو معلقة كبيرة من العسل الأبيض. وحضراتكم بتسيبوه على النار لحد ما يغلي. أول ما يبدأ في الغليان بنسيبه 10 دقايق وبعدين نهدي النار عليه 10 دقايق على نار متوسطة لحد ما نعد ال 10 دقايق، نطفي ونسيبه على النار يبرد، ندخله التلاجة يبات ليه. لو عايزين بقى تطعموه ينفع عود قرفة، ينفع كام فص من الهيل او الحبهان، ينفع اليانسون النجمه، ينفع كام كبش قرنفل. كل ده ينفع مع الجلاش، ينفع مع القطايف،
ينفع مع اي حاجه فيها بقلوات يعني، او المكسرات اللي ليها نكهه تحب القرفه كده. دي الوصفه، مش عارفه اقدر اطلعه لكم في طبق، خلوني اطلعه في طبق معلش، ممكن ولا انتوا ايه؟ مش احنا عندنا دقيقه كده؟ نحاول نشوف كده هيطلع شكله عامل ازاي، احنا ونصيبنا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وحدات كده جميله. اوكي دي الصغننه، لا خلينا ناخد الكبيره الحلوه دي. بصوا جميل ازاي، شرب حلو. تسلم ايديكم حبايبي، والله انتم مصورين الحاجه جميله. تسلموا، بسم الله، ريحته روعه فعلا. ناخد، بصوا بسم الله، لما بنزنقه في بعض كده بيطلع شكله جميل جدا. نحط واحده بقى في النص، ممكن تبقى الجميله دي. شايفين حلو ازاي؟ الصغيره دي انا ممكن اكلها، وهسيب لكم واحده من خفيفه. شايفين بقى ادي الجمال بتاعه، وهو سخن بيتشرب وبيبقى جميل، ومش محتاج كميه كبيره ولا حاجه اهو. وصحه وهنا على قلبكم، وجربوه كده ان شاء الله يعني الوصفه تبقى بسيطه وجميله وسهله وبالهنا والشفا. بسم الله، نزل هنا. والنهارده عملنا وصفات تنفع للفطار، اقتصاديه، حاجات موجوده في البيت نقدر نحولها. عملنا الجلاش الحشناب السوداني بشكل لطيف وجميل، تقدروا تحشوه زي ما انتم عايزين، لكن اي نوع من المكسرات ينفع بالشكل والطريقه اللي احنا عملناه، يبقى شكله حلو ورائع. عايزين تصغروه عن كده، اعملوا نص الورقه بالطول، هيطلع وحدات صغيره. لو حابين الورقه ما تبقاش كبيره ويبقى هو كبير كده. وعملنا الجلاش، بواقي الجلاش اللي موجوده عندنا عملناها بطريقه البيتزا زي ما احنا شفنا كده في البايركس، بالاجباد اللي باقيه بالزيتون بشويه لانشون او بسترما زي ما انتم عايزين. وعملنا طاجن فيه البطاطس واللانشون مع البيض، ودخلناه الفرن وشوحنا الحاجات دي مع بعض، ينفع يتاكل كده جميل جدا. مهم قوي الخضار، مهم قوي يبقى مع وجبه فيها بروتين في الفطار او في العشاء، مهمه عشان الولاد.